تدشن وزارة الثقافة يوم غد الخميس فعالية النسخة السادسة من مهرجان صيف البحرين في الساعة 5 مساء بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. وسيتم غدا الإعلان عن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تشارك فيها العديد من بلدان العالم التي تتقاسم مع البحرين تجاربها الثقافية والفنية من خلال عروض مسرحية وحفلات فنية ولقاءات ثقافية وعائلية. وفي موعدهما السنوي لصياغة الفرح والجمال في مملكة البحرين، يعود نخول ونخولة بمفاجآتهما إلى كل الأصدقاء والعائلات عبر مدينتهما كل صيف، وذلك كأولى فعاليات مهرجان صيف البحرين في نسخته السادسة والذي يحمل عنوان صيفنا ألوان، ويستمر لشهر متواصل حتى 30 من شهر أغسطس المقبل. وبالعودة إلى مهرجان صيف البحرين الذي ينطلق غدا بحول الله، يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخ خامي بن محمد الخليفة وزيرة الثقافة. معالي الوزيرة، أهلا وسهلا بك بداية. وأهلا وسهلا بكم، وأسف يبدو أن الخط انقطع قبل شوي. نعم، نود بداية معالي الوزيرة التعرف أكثر على جهود وزارة الثقافة في إطلاق النسخة السادسة غدا من هذا المهرجان الهام. في كل صيف لنا موعد مع مهرجان صيف البحرين الذي كرس نشاطه عبر أنشطة متنوعة، تبدأ بالخيمة التي اعتدنا أن نستقطب فيها أطفال البحرين والنشاطات التي ميزت صيف البحرين، إلى جانب الحفلات الموسيقية التي تقام كل مساء. بدأنا النشاط ربما مع أيام العيد والليلة كما تعلمين، والبارحة كان لدينا الفنان المغربي سعد المجرد في الصالة الثقافية، وصيف البحرين بخيمته بنشاطه المألوف وتحت عنوان صيفنا ألوان الذي يتزامن مع عام الفن. الفن عامنا هو شعار هذا العام لوزارة الثقافة، ونحاول أن نخلق نشاطا مناسبا لثيمة هذا العام. فأكثر الفعاليات التي تم ترتيبها تتناول الفنون والتركيز على الألوان في هذا العام. معالي الوزيرة، يعني ما الذي يحمله صيف البحرين في نسخته السادسة من حيث المشاركة خاصة وكذلك العروض التي كما ذكرتم تركز على الفن وعلى الألوان؟ الفن والألوان في الأنشطة الثقافية التي تستقطبها خيمة نخول، أما العروض فتبدأ بسيرك الأحلام. نعم. غدا وعلى مدى 3 أيام يبدأ صيف البحرين بهذا المهرجان الذي تكرس عنوان الفرح، وندعو جميع البحرينيين وضيوفنا من المنطقة. نعم. لزيارة الخيمة وأيضا للاستمتاع بالعروض التي يقدمها صيف البحرين. نعم، ما هي توقعاتكم لهذا الإقبال معالي الشيخة، وكيف تنظرون إلى نجاح هذا المهرجان واستمراره وأثر ذلك على السياحة في البحرين؟ بالطبع، كل نشاط ثقافي أو كل نشاط يستقطب السواح يكرس الفرح ويجلب المزيد من السواح للبحرين. البارحة على سبيل المثال كانت المقاعد جميعها مملوءة، والجمهور ربما كان يقف على بعض المنصات استمتاعا بالحفل الموسيقي الذي لبى أذواق الجمهور المتعطش للفن والحفلات التي اعتدنا أن نقدمها في مناسبات كهذه. غدا موعدنا مع سيرك الأحلام للأسر وللأطفال لكي نبدأ صيف البحرين بنشاط يناسب العائلات، ويشجعهم أيضا على أخذ أطفالهم إلى مواقع معينة يستمدون منها المعرفة والمتعة ويكرسون الفرح عنوانا لصيف البحرين بإذن الله. معالي الشيخ خامي بن محمد الخليفة وزيرة الثقافة، شكرا جزيلا لمداخلتك.